ويمكن حاجه على فكره اهي، يعني انا عايز اوري حضراتكم على الشاشه، وانا اسف ان انا استخدم ده اهي. حضرتك قلت نفس الكلام واحنا طول الوقت بنقول الكلام ده اهي، دايره مفرغه اهي اهي. التعليم كلنا بندور فيها كل مره تحصل حاجه يا استاذ محمد. صحيح، كلنا بندور فيها. ادي التعليم بنقول عايزين تعليم عشان السوفت وير بتاع الناس يتصلح، ما يتغسلش دماغهم ويروحوا يفجروا نفسهم ويموتوا. لان المتعلم الواعي اللي عنده معرفه لما تيجي تقول له ده اللي بيموت يقول لك لا ده انت متطرف وارهابي ويبلغ عنك. مظبوط، صح، مظبوط. البرلمان، القضاء، الحكومه، المجتمع المدني، الاسره، الاعلام، القضاء، وانا كتبت القضاء مرتين، لا الثقافه، انا اسف انا بقرا بالمقلوب، الثقافه، الازهر الشريف والكنيسه طبعا، اجهزه الامن، احنا بندور في كل دي كل مره. يجي حد من التعليم يا جماعه يتكلم يقول لك ما احنا البرلمان ما شرعش. تيجي تتكلم عن تباطؤ القضاء يقول لك القضاء، الساده القضاء الموقرين يقول لك الله، ما انا عندي قانون اجراءات جنائيه، او انت بتجيب لي القانون، هو انا اللي بفصل ولا انا اللي بحكم؟ انا في ايدي قانون لازم احكم بيه. القانون ده سليم معوج قديم جديد انا بحكم بيه. تيجي الحكومه تطالب البرلمان بالتشريع، البرلمان يودي لها التشريعات تاخرها، المجتمع المدني طول النهار بينقد وبيقول غلط غلط غلط، هل هو بيقوم بدوره؟ لا. الاسره المصريه مشغولين عن ولادنا فبنسيبهم يتربوا في الزوايا والفقر واكلنا واكل البعض. الاعلام في خروقات وفي تقصير وفي اختراق لمواثيق المهنه والضمير المهنه واخلاقيات المهنه، وفي نشر جثث او اذاعه او بث جثث واشلاء وغيره، وده مرفوض في اخلاقيات المهنه. وفي ايضا دخلاء في الاعلام، ويجي الاعلام يقول نروح قاطعين كده جوه الدايره، انا اسف طولت عليكم، نروح قاطعين جوه الدايره. الاعلام لما تيجي تنتقد يروح رايح للبرلمان جري يقول له الله، هو الحكومه ده انتوا ما طلعتوش قوانين الاعلام، طب ما تحكمونا بقوانين الاعلام، وما طلعتوش تشكيل المجالس، مجلس الوطني للاعلام وهيئه الصحافه وهيئه التلفزيون، والاعلام يشتكي يقول لك طب ما في دخلاء على المهنه، انت طب انا صحفي واعلامي وما عنديش تقصير او ما بغلطش او ما بشتغلش اثاره او ما بعملش، بسيبني ليه على واحد دخيل على المهنه ما يعرفش في الاعلام ولا درس، ولا حاسبني عليه ليه؟ تمنع الدخلاء وبعد كده تحاسبني، ما الاعلام كله مش واحد. محمد غير مجدي، مجدي غلط ما تحاسبش محمد. ونيجي ندور في نفس، والاجهزه الامنيه تيجي تقول له انت عندك تقصير يقول لك يا جماعه ما فيش ارهاب بيواجهه او بيقضي عليه الامن بس في العالم كله، وهذا حقيقي. ويقول لك انا ولادي بيموتوا، وولادي بيطبقوا دوري منوبتين ثلاثة وأربعة وفي الشارع ومتبهدلين وبيموتوا. هو أنت عايزني أشيل الشيلة كلها الأمن؟ طب ما تشيل معايا أنا، ما ينفعش، ده أنا آخر واحد بيواجه الجريمة يا أستاذ محمد. صحيح، اللي هو جهاز الأمن الضابط ده الغلبان اللي تعبان ومتبهدل في الشارع، الضابط ومن أي رتبة، والعسكري والمجند وأمين الشرطة، ده المفروض بيواجه النهاية آخر حاجة. لكن في 18 19 كيان في مصر المفروض يمنعوا الإرهاب، يقضوا على الإرهاب يا سيادة النائب.